مرة تانية ده طبعا كان لقائنا مع سيادة السفير المصري هنا في المغرب، طبعا السفير أشرف إبراهيم. أكيد كان لقاء مهم. خليني أقول لك إن الجماهير بتتوافد من جميع أنحاء العالم لحضور هذه المباراة، بالتحديد جماهير النادي الأهلي من أمريكا، من آسيا، من كل حتة، كله بيجي طبعا عايز يحضر هذه المباراة ويأزر النادي الأهلي. وده معناه إن في حالة تفاؤل كبيرة جدا عند جمهور النادي الأهلي بشكل عام. إن شاء الله حالة التفاؤل دي تنتج عن فوز النادي الأهلي بهذه البطولة الهامة جدا. يا كابتن ميدو لسه مستمر معاك، لو في اي استفسار انا معاك يا كابتن ميدو اتفضل. يعني كلمني يا امير، هنتكلم طبعا عن اللقاءات اللي انت عملتها مع كابتن وليد مهدي وسياده السفير اشرف ابراهيم، هنتكلم عليها بعد ما اخلص معاك. لكن كلمني عن اجواء التفاؤل بين اللعيبه، تفاؤل يعني في حرص وتفاؤل كبير، في يعني حذر شويه. كلمني عن الاجواء، كلمني عن الوشوش اللعيبه اللي انت بتشوفها. طبعا خليني اقول لك يا كابتن ميدو ان اولا في حاله من التركيز الشديد جدا وحاله من الجديه الكبيره جدا طبعا لاعبي النادي الاهلي، خصوصا ان احنا في نهائي دوري ابطال افريقيا والمباراه الاخيره في هذه البطوله، وهم اكيد مدركين مدى اهميه هذه المباراه بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي. لكن في نفس الوقت ايضا عندهم حاله تفاؤل، عندهم حاله ثقه عاليه جدا في نفسهم، والجزئيه دي بالتحديد يا كابتن ميدو مهمه قوي ان اللاعبين يكون عندهم ثقه كبيره، خصوصا في الاجواء اللي احنا متواجدين فيها هنا في المغرب وعدد الكبير الجمهور الوداد اللي هيحضر هذه المباراه. فبالتالي الثقه اكيد مطلوبه جدا بالنسبه للاعبي النادي الاهلي، خصوصا بعد التعادل الايجابي في الاسكندريه. لكن المعنويات لازم تكون مرتفعه، الثقه لازم تكون كبيره عند لاعبي النادي الاهلي، وده اللي فعلا متواجد هنا في بعثه النادي الاهلي، وبالتحديد لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني كلهم عندهم امل كبير جدا ان شاء الله ان هم يحققوا نتيجه ايجابيه، وطبعا هي نتيجه الفوز بهذا اللقب الافريقي الهام، وطبعا اهداءه لكل جمهور النادي الاهلي بينتظر هذه البطوله بفارغ الصبر. يا كابتن ميدو تبقى البطوله رقم 9 للنادي الاهلي، البطوله رقم 3 للنادي الاهلي هذا الموسم، عشان تبقى ثلاثيه تاريخيه ان شاء الله لكل جمهور النادي الاهلي وللنادي الاهلي بالتحديد، وتبقى بطوله تضاف للكم الهائل من البطولات المتواجده طبعا في دولاب بطولات النادي الاهلي. يا كابتن ميدو يعني امير اكيد احنا مستمرين معاك، لو في اي جديد يعني هنرجع لك على طول. كان لو تعرف تقول لي مثلا النقاط اللي اتكلم فيها عماد متعب مع اللعيبه، تحفيزه للعيبه كان شكلها ايه، ايضا شريف اكرامي النجوم الكبار او اللعيبه ذوي الخبرات الكبيره من النادي الاهلي، اتكلموا مع اللعيبه قال لهم ايه، حفزوهم ازاي، شكلهم ايه، برضو طمنا وطمن الجماهير. يا كابتن ميدو ان معظم من لاعبي النادي الاهلي المتواجدين حاليا ما لعبوش نهائي دوري ابطال افريقيا قبل كده، ما لعبوش، هم طبعا لعبوا مباريات كبيره جدا اكيد مع النادي الاهلي، لكن مباريات النهائي دايما بيبقى ليها طابع خاص. فبالتالي عماد متعب، شريف اكرامي، كباتن كبار جدا، لعيبه كبار جدا، عندهم خبرات كبيره جدا، فازوا بالبطوله دي مع النادي الاهلي اكثر من مره. فبالتالي هم بيقوموا بدورهم لنقل خبراتهم للاعبي النادي الاهلي بالتحديد في هذه المباراه، وكيفيه التعامل مع الاجواء المتواجده سواء في داخل الملعب او ايضا الاجواء حوالين هذه المباراه. طبعا جمهور الوداد بيحاول يجي عند فندق الاقامه هنا، لكن طبعا في تامين كبير جدا، فبالتالي ايضا في جمهور مصري بيجي عند فندق الاقامه بيحاول يلتقط بعض، طبعا ده بالمناسبه بيحاولوا يلتقطوا بعض صور تذكاريه مع اللاعبين يحفزوهم طبعا الفوز بهذه المباراه. لكن الخبرات بالنسبه لعماد متعب وشريف اكرامي اكيد كان مهم جدا هذه النقطه، ان هم ينقلوا خبراتهم لاعبي النادي الاهلي عشان ان شاء الله يقدروا يتعاملوا مع هذه المباراه بشكل كبير جدا ان شاء الله. من خلال هذا التعامل ومن خلال هذه الخبرات يقدر النادي الاهلي يحقق هذا اللقب الهام جدا يا كابتن امير. شكرا يعني على توضيحك المميزه وعلى يعني النقاط اللي اتكلمت فيها، النقاط مهمه جدا، واحنا مستمرين معاك، لو في اي جديد على طول تعال على طول عشان نطمن دايما جماهير النادي الاهلي، عاملين لينك بيننا وبينهم وبنجيب على طول كل الاحداث. شكرا امير هشام على هذه التغطيه المميزه جدا، يعني بنحاول ان احنا نكون مستمرين معاكم من قلب الحدث. احنا امير على طول يعني ما شاء الله دينامو، كل المراسلين بتاعنا دينامو في اي مكان.